الاهلي ماشي على خطة، يعني اشوف بالنسبه لي ماشي على خطة ثابته من بعد، يعني من بعد المباراه هذه اللي لعبها الماضيه، كان يعني عوده الهداف وعوده اللاعبين الاهلي اللي يفيده اكثر وينفع اكثر المحترفين اللي موجودين في ارضيه الملعب، يعني هم اللي معطين القوه بالنسبه حق فريق الاهلي. والتغييرات اللي بدا فيها المدرب في دخول محسن اليزيدي، دخول جون كلاعب اساسي في مباراه في نادي الاهلي، هذه ترجع الاهلي اللي احنا نعرفه في السنوات السابقه، اللاعبين اللي المجتهدين، اللاعبين اللي يعطون في الملعب اكثر من طاقتهم. الاهلي ممكن يسبب مشكله بالنسبه حق الخور، ويعني اتكلم على موضوع الخور، حتى المحترف الجديد البرازيلي جاء ما ظهر بالمستوى اللي المفروض ان الخور جايبينه على اثره، لكن ممكن مباراه الاهلي يكون تعود على اللاعبين الموجودين ويكون احسن من المباراه السابقه. عوده علي قادري، طبعا علي رجع بيته، وعلي يعني مكانه هذا هو الاهلي يعني، لكن المدرب الفتره الماضيه الاسباني كان مش ما كان محتاج علي، حتى يعني في خروج علي ما كان بيخرج من النادي لا هو ولا مشعل عبد الله، لكن الاختيارات تبقى اختيارات مدرب، لكن عودته اكيد اضافه بالنسبه حق فريق الاهلي، وهو هذا يعني علي يقدر يستفيد من الأهلي والأهلي يقدر يستفيد من علي. علي توه صغير، ممكن يعطي الأهلي المزيد سنوات المقابلة، هو حتى هو يعني كابتن فريق مش لاعب عادي. أكيد.